إذن مشاهدي شوف تي في، تحية طيبة لجميع المتابعين، كنحييكم من مدينة السعيدية الجوهرة الزرقاء. كتواجد عند واحد العائلة زوجها والزوج اللي تعرضوا لأخطر عملية نصب غادي تسمعوها اليوم. حسن النية ديال هاد الناس اللي مشاو عند واحد المقاول هنايا في مدينة السعيدية، بغاو يشريو عليه واحد الدويرة للابنة ديالهم. المهم شخص من العائلة عطاو له شيك ديال 60 مليون، يعني الثقة الكاملة كما كنقولوا حنايا بهذا المعنى هذا. حنا كما كنعرفوا الناس تاع الجالية يعني عندهم سيستام ديال الخارج كما كنقولوا، عارفين معقول. وهذه ما نواش ساكن الدار حسبها له 95 مليون، عطاو له 60 مليون ديال في شاك، من بعد رجعوا للخارج باش انه يطلبوا واحد الكريدي، ولكن ترفض لهم. هما عيطوا له قالوا له ترفضنا الكريدي على اساس باش يرجع لهم فلوس، الا اذا به يعني لحد الساعه ما رجع لهمش الفلوس ديالهم وكيتماطل. والسيد على ما اظن ان يده طويله بهذا المعنى هذا اللي نفوت، او كيستعمل بعض الاساليب باش يتمص المعالم ديال هذه القضيه هذه. معنا الحاجه اللي غادي تحكي لنا التفاصيل ديال القضيه نهار وقعت. اذا اخوان اخوات، نتمنى انه تبارطاجيو معنا هذا المباشر هذا باش يوصل للجهات المعنيه والمسؤوله، لان لحد الساعه كان واحد، لما قالوا لي الناس كان واحد الحكم قضائي بارجاع المبلغ وواحد التعويض مالي على الفلوس اللي ضيعهم هاد الناس. راه ماشي سهله، فرنسا المغرب محاكم محاميين مجموعه تاع الامور، وحتى بعض المحامين للاسف اللي موقفوش مع هاد الناس وباعوا الدمه ديالهم للطرف الاخر. الحاجه مرحبا بك معنا على قناه شوف. الله يسلمك اولدي، الله يسلمك. الحاجه بغيتك تحكي لي النهار الاول كي جات الفكره باش. النهار الاول بنتي رماله وعندها ثلاثه تاع الدراري يتامه، وروحنا نشرو لهاد الدويره صغيره على قدها. قال لي نهار الاول طلب لي 100، وقال لي روحي جيبي الكريدي اللي بقى ونهضرو. وجا معايا حتى للبنك، البنك الشعبي تاع بركان، جا معايا وقف معايا في الكانطوار وقال لي ديري لي الشاك على اسمي، وانا ما نعرفش. ودرت له الشاك على اسمه، درته له فيه 60 مليون. 60 مليون اسيدي، راني نشتكي لك اسيدي محمد. صنت لي وهذا الراجل راح حاقرني وقهرني، وحنا راه في عمرنا 81 عام ورحنا مهاجرين تاع 75، جينا من بلاد اخرى بينا بوليداتنا وكلش، مشينا للخارج رانا مقهورين. الراجل تاعي عماتلو العين، وانا ركبني والكونسير وحيدوا لي بالزوله ورانا نسوفروا. هذه من اوت 2013. حاجه صابي الميكرو. واه من اوت 2013 دانا هاد الفلوس. نهار الخمس ايام درت له التليفون قلت له وليدي، قالوا لنا انتم راكم عندكم 71 سنه ما نعطوكمش الكريدي. هذاك الوقت 2013 قالوا لنا عندكم 71 سنه ما نعطوكمش الكريدي. نهار الخمس ايام قلت له بيع دارك، بيعها وليدي، رانا ما نجموش ندوهم، بغاو يعطونا الكريدي. قال لي صبري عليا شهرين، قال لي راني شريت بهم التراب على بنات الناصيري. قال لي وصبري عليا شهرين ورد لك فلوسك. قلت له صح ما فيها باس، اما لمي جيت ما استعرفش بيا، التليفون مقطوع وما نعرفه لا وين يسكن ولا وين، ولا مشيت عنده له جراو عليا، خاه بغى يضربني ودمرني على اللوطو. وقال لي روحي لبلادك اشتكي، روحي لبلادك. قال لي المغرب مشي بلادك، انا عندي سته ولادي مغاربه وباهم سبعه وعندي 15 بيتي زونفا. انا راني دايره روحي مغربيه وراني ساكنه في المغرب. وخوه بغى يضربني ومشيت درت المحاميين زوج، ما خليتش المحكمه تاع بركان، ما خليتش المحكمه تاع وجده، ما خليتش الكوميساريه، ديت لي زانسبكتور وراو لي داره الناس المحسنين، وراو لي داره اللي شراها على فرانكو، عنده الدار في جوهره. قال لك خوه هو الحكومه. واه وخوه دمرني على اللوطو، قال لي خويا هو حكومه، خويا قال لي عنده الملايير يشريك ويشري الحكومه، روحي لبلادك تشتكي، روحي قال لي لبلادك تشتكي. خاه يسكنوا في بوهديله في بركان. درتوا شكايه؟ الشكايه درت هنا في السعوديه، قالوا لي كتبي بريه وديها للمحكمه تاع بركان، ديتها للمحكمه تاع بركان، ودرنا المحامي في بركان. ومين ولينا 2014 ما كان والو،
جبنا هذيك الورقه تاع القنصليه تاع لي زيميغري ودفعناها هنا في بركان، ما كان والو. عاود ديت لي زانسبيكتور تاع وجده الدار هذيك تاع فرانكو اللي في جوهره في حي العسكري، مشيت وراحوا معايا لي زانسبيكتور راه عندهم الدوسي تاع وجده، وخرجت لنا البنت وقالوا لي غادي نتكلفوا، ما كان والو. عاود درت محامي واحد اخر في وجده وعاود اعطيتها الفلوس، وعاود من 2017 ما كان والو. 2001 قال لي حكمنا عليه يعطيك 60 مليون تاعك ويعطيك 15 مليون تاع دوماج انتيغي، ما كان والو عليك للان. 2021 واه ومين واه ومين زعما، قلت لها وليدي كاع ما قلت لي والو، المحامي يقول لي ورد عليا الخبر، قال لي انا قال لي ما لا بغيتي تشتكي بيا اشتكي بيا، ولا بغيتي نرد لك شي حاجه نرد لك شي حاجه. دخلت على هذاك البروكيرور نقول سميته بروكيرور معليش، لا لا بلاش بلا سميه بلا سميه. طلعت للتروازيام ايطاج عند واحد البروكيرور، دخلت عنده وبكيت له وقال لي غدوه نزيفط له البوليس ويجيبوه. هذا الراجل قال لي ما باع لك ما شريتي عليه، قال لي وراه دايلك الشاك ودايلك الدراهم شاك دو بنك تاع البنك الشعبي، وراح عندي الروتور باش خلصه، راح عندي كاع الورق راهم عندي عليك للان من 2013 اوت رانا غير نستنوا في رحمه ربي. ما كان حد اللي عاوننا، ما كان حد اللي جرى معانا، ما كان حد. رانا كبار عندنا 81 سنه ورانا مرضى وقاعدين مبلعين على روحنا وقاعدين نستنوا في رحمه ربي. يا سيدي سيدي محمد نطلب منك ومشرفة والديك ينصرك وينصر لك كل الوليدات، عاوني انا مرا كبيره ومريضه وعيانه والزوج ديالي راه عمام العين وانا ركبني المرض القبيح، وانت يعطينا هذه الفلوس هذه 10 سنين وحنا نستنوا 60 مليون 60 مليون. سمحي لي الحاجه، ديسمبر ديرني يعطيك الدراهم. قال لي قال لي لافوكا زعما طمعني، قال لي ديسمبر التالي تاع العام اللي فات يعطيك فلوسك، وحكموا عليه قال لي 15 مليون دوما جانتيغي. قلت له انا ولدي يعطوني غير رزقي، رزقي حلالي خدمنا فيه وجففنا فيه الطواليت تاع لي زيكون، وطاحت صحتنا وكلينا صحتنا الهم اللي فات علينا تاع 75 ومازال رانا غير في الهم. وزاد هذا حقرنا حقرنا، شافنا كبار وحقرنا، ما عندنا حد، عندنا غير انت سيدي محمد عاوننا في سبيل الله، عاوننا على خاطر ربي. الباب اللي نحلوه الباب اللي نحلوه يجي مورانا ويسده، يجي مورانا ويسده. ما جبرنا كي نديرو رانا قاعدين اوليدي ومرضى، رانا ناخذو غير الرانديفو فوتو الرانديفو، راه الدوسي تاعنا ولادي مغاربة وزوجي مغربي، الدوسي تاعنا راه في القنصلة تاع 95 تاع بونطواز. عاونونا في سبيل الله، عاونونا في سبيل الله، عاونونا يعطينا، وانت يعطينا 60 مليون تاعنا، وانت رانا غير مرضى ورانا غير عيانين سيدي، عاونونا في سبيل الله، عاونونا على خاطر ربي عاونونا. تمنى خير الحاجة. سمعي إذا مشاهدي شوف تي في كما سمعتوا معنا يعني القصة ديال هاد العائلة اللي نصب عليهم هاد السيدة في 60 مليون من 2013. إذا كيقول المحامي ديالهم بلي أنه عندهم حكم قضائي في 2021 وعلى أساس في هاد ديسمبر اللي داز باش يشدوا فلوسهم، ولكن ظن أنه كاين شي كونتاكت ما لا ما مهم هنا بعض الظن إثم، ولكن كاين شي حاجة ماشي هذيك هي. نورمالمون هاد المحامي كنوجه له رسالة باش يوقف مع هاد الناس، كاين مجموعة ديال الطرق باش أنك تنفد على هاد السيد هذا، مجموعة ديال المساطر وكتعرفها بطبيعة الحال باش ترجع لهم فلوسهم. السيدة كتقول لك أنا ما بغيت لا تعويض لا والو، بغيت غير 60 مليون ديالي اللي ضربوا عليها تمارة هذه سنين وسنين. ما يمكنش أنه يعني والسيد عنده الفلوس، هذا السيد اللي نصب عليهم ما فهمش أنا. من الباطينات هنا في السعودية راه أنا شفتها غير السيمانة اللي فاتت، يبني في الباطيمة شاري شاري كاع الأراضي تاع السعودية ويبني في السعودية ويشري يدير الباطيمات ويبيع البرطمانات اللي زيميغري. وش غادي نقول لك؟ ولينا نخافوا منه، ولينا نخافوا، ولينا نخزنوا ونبلعوا على رواحنا الدار، غير الجيران يجيبوا لنا القضيه ويجيبوا لنا، خايفين حنا شوابين كبار، خايفين منه. إني زا ديجا مناسي اون فوا، اون فوا إني زا مناسي ديجا. إذا
ديجا بغيت تعدى عليكم. واه قال لي خصك تزيديني 60 مليون ونعطيك دار اخرى. قلت لها وليدي ما عندي 60 مليون. زيبط لي زوج رجال راهم حيين ينجموا يشهدوا على خاطر ربي ينجموا يشهدوا. قال لي زيديني 60 مليون. مين نجيب لهنا 60 مليون؟ قال لي ونعطيك دار اخرى. مين نجيب لهنا؟ نغدا نخون. احنا كي وصلنا في 71 عام ما عطاوناش الكريدي، ودروك راه عندنا 81 عام، هذه 10 سنين. دروك ندعوه لله، ندعوه لله الى ربي ما دار له والو. حاشا حاشا الدعوات اللي رانا ندعوهم تعدى علينا وخزانا ودنا فلوسنا. يقضيه الله، يقضيه الله، حسبي الله ونعم الوكيل. شكرا. حسبي الله.